ثم إنه سواء بنينا على النظرية الأولى أو بنينا على النظرية الثانية، فإنه لكل واحد من هاتين القوتين للنفس الناطقة ما يكملها وما يخرجها من النقص إلى الكمال. فتلك الأمور التي تخرج العقل النظري من النقص إلى الكمال تسمى عندهم بالحكمة النظرية، وتلك الأمور التي تخرج العقل العملي من النقص إلى الكمال تسمى عندهم بالحكمة العملية. على هذا الأساس فلا يوجد هناك ترادف بين العقل النظري والحكمة النظرية، بين العقل العملي والحكمة العملية. بعض يتصور بأن العقل النظري هي الحكمة النظرية، والعقل العملي هي الحكمة العملية، لأن الإخوة يتذكرون أنهم قسموا الحكمة أيضا إلى قسمين، إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. ثم قالوا أن الحكمة النظرية فيها أقسام، وهي الإلهيات والرياضيات والطبيعيات، والحكمة العملية أيضا قسموها إلى أقسام، وهي الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل، بإضافة علم الفقه مثلا، أو أن علم الفقه جامع لها. المهم أن لكل من الحكمتين النظرية والعملية أقسام، فإذا نحن عندما نستقرئ تلك الأقسام نجد أن جميع العلوم تدخل تحت ماذا؟ تحت عنوان الحكمة النظرية والحكمة العملية. فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الأول صفحة 6 يقول: المستكملة بالحكمتين. طبعا هذه المستكملة بالحكمتين هذه عبارة من؟ عبارة الحكيم السبزواري في متن المنظومة، في شرح المنظومة، يقول: النفس المستكملة بهاتين الحكمتين. يقول: الحكمة عبارة عن العلم بحقائق الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وتنقسم إلى العلمية والعملية، والمراد بالأول كذا وأقسامه، والمراد بالثاني كذا وأقسامه. إذن التفتوا إلى هذه النقطة، وهي أنه لا يوجد هناك ترادف بين العقل النظري والحكمة النظرية، ولا بين العقل العملي والحكمة العملية، بل العقل النظري قوة في النفس الناطقة تستكمل وتخرج من الاستعداد إلى الكمال، من النقص إلى الكمال، تخرج من خلال الحكمة النظرية. فالحكمة النظرية هي المخرجة للقوة النظرية أو للعقل النظري من النقص إلى الكمال، وهي هذه المعارف. الحكمة النظرية بعد هي هذه المعارف التي النفس بالاتحاد معها تخرج من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. بل لا، مو بحثنا في العقل فقط، الآن بحثنا في أنه الذي يخرج النفس، ما هو الذي يخرج النفس من النقص إلى الكمال؟ يصطلح عليه بأنه ماذا؟ الحكمة النظرية. هذه الحكمة النظرية ما هي أقسامها؟ أقسامها الإلهيات، الرياضيات، والطبيعيات بجميع أقسامها. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا إذا خرجت النفس الإنسانية من خلال حكمة إلهية من القوة
إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، فيسمى ذلك الإنسان حكيم إلهي. وإذا خرج من خلال الرياضيات من النقص إلى الكمال فيسمى ماذا؟ حكيم رياضي. وإذا خرج من خلال تعلم العلوم الطبيعية من النقص إلى الكمال فيسمى ماذا؟ حكيم طبيعي. ومن هنا تجد في كلماتهم أنهم يميزون بين الحكماء الإلهيين وبين الحكيم الطبيعي والرياضي. ومن هنا قال شيخ الإشراق أنه إذا أطلقت الحكمة فهي منصرفة إلى الإلهي، أما إذا أريد من الحكمة أو الحكيم الطبيعي أو الرياضي لابد ماذا؟ لابد من التقييد.